أسرار لن تصدقها عن طليقة عمرو سعد وحالة من الجدل بسبب ديانتها. بعد أن أعلنت انفصالها عن زوجها، لفتت السيدة شيماء فوزي عزيز طليقة الفنان عمرو سعد الأنظار إليها، فقرار الانفصال جاء بعد زواج استمر 11 عاماً. وأعلنت شيماء فوزي عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام، أعلنت خلالها حصولها على حريتها الكاملة. المعروف أن طليقة عمرو كانت بعيدة عن الإعلام وقليلة الظهور في حوارات إعلامية بشكل عام، ونستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عن طليقة عمرو سعد. ولدت السيدة شيماء فوزي في عام 1985 في أحد أحياء محافظة القاهرة، لديها شقيقة وحيدة تدعى هاجر فوزي عزيز، وكانت تسكن في نفس الشارع الذي يسكن فيه الفنان عمرو سعد. تزوج الفنان عمرو سعد من السيدة شيماء فوزي في عام 2008، ولديها منه 3 أطفال هم رابي وحبيبة وعلي. عملت شيماء فوزي في إحدى شركات المحمول الشهيرة، إلا أنها لم تستمر في العمل بسبب الزواج والمسؤوليات الأسرية. أثارت الجدل حول ديانتها بعد أن نشرت لها صورة داخل كنيسة العذراء، حيث سألها أحد متابعيها عن ديانتها لترد: أنا مسلمة ولكني بحب العذراء. كانت علاقتها بالفنان عمرو سعد علاقة جيدة جدا وفقا لمقربين منهما، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت توترا كبيرا في العلاقة بينهما. فمنذ 6 أسابيع تقريبا قالت عن عمرو سعد: إن حبهما مزيج بين العشق والجنون، وذلك تعليقا على صورة جمعتهما. وقال الفنان عمرو سعد عنها في آخر صورة نشرها لهما: إنها ليست أم أطفاله فقط، ولكنها ملكة العائلة. وفي 11 أكتوبر نشرت فوزي صورة لها وعلقت برسالة غامضة قائلة: إذا قال لك أنا معها لأسباب ومسببات وظروف هو كاذب، هو معها لأنه يحبها هي ولا غنى عنها. تغريدة شيماء فوزي الأخيرة أثارت موجة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء الطلاق، وما إذا كان هناك امرأة أخرى في حياة الفنان عمرو سعد.